السوق عيان اليوم، ماشي عيان، عيان من جهه الكاليتي ومن جهه الحوايج، من جهه بزاف، ولكن الثمن غالي بزاف. انا جيت من شي عام دابا باش ما جيتش، ما طلعتش لكازا، وملي طلعت ما نكذبش عليك ندمت بزاف، لان الثمن غالي بزاف، شي حوايج ما يستاهلوش. كاين شي حوايج بعدا ما واصلينش واحد الثمن كاع، اللي ملي كتسولي كيقولك شي ثمن خيالي، ما تبقاي تعرف ما تقولي ليه. كاين شي بياسات، شي حوايج ديال الدراري صغار، شي حوايج ديال الكبار، بزاف د الحوايج. انا طلعت يعني المهم على ما كنتقدى انا الاعوام اللي فاتوا، هذا العام بزاف، عاد زيد عليه المركوب، زيد عليه يعني والزحام بوحدو، هذاك الزحام الا طلعتي الكازا مع 8 ما توصل حتى ل 10، بحال انا طلعت اليوم مع 10 ما وصلت حتى ل 11 ونص 12، اللي شباكيه بزاف هذاك بوحدو، هذاك راه على الكيلو ب 50 درهم، كيلو ب 50 درهم ديال الشباكيه، وكنا شي شباكيه نيت نيت، يعني شباكيه عاديه ب 50 درهم راه ماشي لا بزاف بزاف بزاف، يعني الناس دراوش ما غاديش ياكلوا، ما غاديش هذا العام بعدا، يعني الناس غادي متضرره بزاف، الناس واحد الدرجه كبيره. ما بيش كل حاجه بثمنها، كل حاجه ب اللي كاينه اللي رخيصه، كاينه اللي غاليه، كاين كل واحد تيمشي على قدره. عطى الله الزحام، كل شيء عنده الفلوس، شفتي الزحام كل شيء تقول عنده الفلوس، وكاين فقير مسكين تيدور هو عن بالله. انا باقي الله صندور، باقي ما شفت والو، انا ما ديتها حتى حاجه، ماشي بنادم يزرب يطيح على وجوده غير دغيا، بحال كل شيء غادي يتقادى شويه عليا، كل يوم كيغدا بحال بحال، حتى حاجه ما تقادى، كل شيء غادي يصوم، كل شيء غادي ياكل، كل شيء غادي يتقدى. ايوا بنادم الله يستر خاصو شويه يتواضع. الاجواء ديال رمضان المبارك الكريم ان شاء الله اللي دخل علينا هذا الشهر هذا، كنشوفوا هنا الاجواء شويه كاين الغلاء ديال الاسمنه، اسعار كنشوفها شويه مرتفعه، والحمد لله حنا دابا يلاه دخلنا يلاه ضروري خاصنا نتقداو شويه للدار فرحوا بزاف الخوت وداك الشيء، فجيت نتقدا الشباكيه وشويه التقاوت، مع العلم ان الوالدين ديالي شويه حيت كاينين في برا، فهمتيني، كاين انا واحد اخ، نتقدا شويه الشباكيه ونعيشوا ديك الاجواء ديال رمضان ان شاء الله، واخا كتفقد الوالدين، والحمد لله راه ضروري كل رمضان كنديروا نفس هاد الاجواء هادي، والله ييسر الامور كل واحد، وكنتمناو هاد رمضان ان شاء الله يدوز على المغاربه كاملين، باش ما كيتمناو.